ولنقاش ملف الأمن الغذائي في العراق والتحديات التي يواجهها، ينضم إلينا عبر سكايب أستاذ العلوم السياسية الدكتور قحطان الخفاجي من بغداد. أهلا بكم دكتور. أهلا بكم، حياكم الله وحيا القناة وحيا المشاهدين الكرام. أهلا بكم من جديد دكتور قحطان. كيف بإمكاننا تقييم سياسة الحكومة إزاء الأمن الغذائي ومحاصيل الحنطة والشعير المتوفرة والتي لا تستقبلها السيلوات؟ حياكم الله مرة ثانية. بالتأكيد الأمن الغذائي عموما يقاس على قدرة الدولة على تأمين المواد الغذائية للاستهلاك المحلي داخليا، هذا في العموم، ويمكن أن يتم تأمين ذلك عبر ترتيبات معينة خارجيا وفق تأمين المبالغ اللازمة لها. والحالتين هنا في الجانب العراقي مفقودات، أي هناك خلل كبير في عملية تأمين الحاجة الغذائية داخليا، وهناك فساد كبير في جانب التعامل الخارجي المالي، وبالتالي الحالتين تشير إلى أن هناك خلل أمنيا كبيرا. أما الآن الذي يحصل في العراق وضمن خطة مدروسة كما هو واضح، أن هناك أياد واضحة تسعى إلى وأد أي محاولة إن كانت شعبية أو غير شعبية لتأمين الأمن الغذائي. ودليل على ذلك عندما تحسن نوعا ما حال الأسماك في العراق، تم استخدام السم ضدها، وكذلك الحال للدواجن، والآن هو الحال مع حرق للأسف الشديد المحاصيل الزراعية عندما تقدم وقتها وأصبحت آنية للقطف. وبالتالي هناك تدبير واضح خارجي للإساءة إلى الأمن الغذائي، وهناك خلل كبير في تدابير الحكومة اللازمة لتأمين الأمن الغذائي العراقي. ذلك ينذر بخطر كبير في هذا الجانب، سيما وأن كورونا تأخذ مأخذها في عملية تأمين الغذاء خارجيا. نعم دكتور، على غرار الضرر المادي على الفلاحين الذين تتضرر محاصيلهم سواء التي لا تروج أو كذلك التي تحرق في الأراضي التي حدثت فيها حرائق، لكن هناك إقبال على استيراد نفس المواد التي أحرقت أو لم تروج في السوق العراقية، استيراد هذه المواد من دول الجوار. كيف يفسر هذا التعاطي بين هذين الأمرين؟ الفساد في هذا الجانب كبير جدا، وفضلتي بي عزيزتي هو أحد أشكال هذا الفساد. فهناك خلل كبير في عملية وزن اللازم للحنطة، يتم بعد ذلك تجميع الفرق ما بين الخلل الموجود، ويتم سد هذا الموضوع عبر تجار وعبر سماسرة. واحد اثنين، هناك بعض الشركات موجودة تستورد الحنطة قبل مدة وتخزنها في العراق وتسوقها على أنها حنطة محلية. والمشكلة الكبرى تكمن أين؟ عندما لا يتم إنصاف الفلاح هذا يجهد نفسه لينتج هذا المحصول، يقال له أنها حنطة غير مزروعة ومستوردة، والحقيقة هي مزروعة، ولكن بالمقابل ضمن ضوابط أو ضمن التزامات فساد وما شابه ذلك، يتم استقبال الحنطة المستوردة من الخارج وتعطى لها أولوية القبول، وبذلك الفساد يكون بالاتجاه ثلاثي الأبعاد. أولهما إنهاء الجهد الخاص للفلاح، اثنين تفشي الفساد المالي، الشيء الثالث دعم القوى الخارجية التي إلى حد معين متقاطعة مع العراق ومستقبل العراق، لا سيما إيران وسواها. وبالتالي هذه الآفة التي بدأت تنخر المجتمع هي الفساد الإداري على أشكال مختلفة، بدأت تنخر الجانب الأمن الغذائي، ولعل الحنطة واستقبال الحنطة ومقبول الحنطة وعدم قبولها كذلك ناله الفساد الكثير، وذلك هذا سينذر بملل كبير لدى الفلاح لأنه لا يجني استحقاقات المالية. نعم. وبالمقابل يتم استيراد الحنطة من أطراف أخرى دولية لأجل دعمها على حساب الشعب العراقي.
دكتور، ما هي الحلول الممكنة لمواجهة هذه التهديدات التي يتعرض لها الأمن الغذائي في العراق، وأبرزها الحلول الممكنة لتقنين المنافذ الحدودية التي يتم تهريب من خلالها هذه المواد التي تنافس المنتج الوطني؟ للأسف الشديد صعبة للغاية عملية إجراءات صارمة وناجعة. لماذا؟ لأن الفساد كما هو معروف قد نخر الدولة من أعلى الهرم إلى أسفل الهرم. الشيء الآخر، عملية التهريب الحاصلة في العراق ليست كالتهريب في بعض البلدان، أي بأن الحمولات تسلك طريق غير رسمي لكي تهرب. لا، الحمولات تسلك الطرق الرسمية، ولكن الفساد الإداري هو الذي يمررها تحت مسميات مختلفة، وبالتالي أنا لا أتوقع هناك مجال لأن يتم عملية معالجة أو عملية الحد من هكذا الفساد، لأن الفساد على ما يبدو في العراق منذ 2003 لحد الآن هو الآلية المعتمدة والمحمية قانونيا، وذلك للأسف الشديد. وهذا مسألة تؤلمنا جميعا، أن نقول أن الفساد قد نخر الهيكل العمل للجانب العراقي، وبالتالي من الصعب بما كان أن يكون هناك حل، إلا إذا كان هناك عملية تغيير حقيقي دائما نقولها لكي ينهي المعاناة، وهو تغيير العملية السياسية وشخصيتها حتى يؤتى بأناس أكفاء أمناء على البلد يطبقون القانون بحق وبعدالة. شكرا جزيلا لكم أستاذ العلوم السياسية الدكتور قحطان الخفاجي، كنت معنا عبر سكايب من بغداد.